خلونا دلوقتي نروح لموضوع آخر من الموضوعات الهامة جدا، تحديدا اليومين دول واحنا بنتكلم على نتيجة الثانوية العامة وبداية مرحلة جديدة ويمكن نقطة تغير في حياة كل الطلبة وأيضا في حياة أولياء الأمور، لأن في عدد كبير من الأمهات والآباء اليومين دول بيكونوا مشغولين وبيدوروا على مدارس كمان مناسبة لأطفالهم، بخلاف أمهات وأطفال وأمهات وآباء آخرين بيدوروا على جامعات مناسبة لأبنائهم. وهنا طبعا أنا أقصد يمكن فكرة المدارس الالتحاق برياض الأطفال. علشان كده النهاردة هنجاوب على أسئلة مهمة متعلقة بهذا الأمر، إزاي نختار المدرسة المناسبة لأولادنا اللي هيبدأوا فيها أول مرحلة تعليمية في حياتهم، كمان إزاي نأهلهم يا جماعة لفكرة الالتحاق بالمدارس. يمكن في معاناة من الطرفين، اللي مخلص ثانوية عامة بيعاني علشان نختار الجامعات، واللي بيدخل ويتأهب لمرحلة دراسية جديدة برضو بيعاني. لا ودي مش اي مرحله، رياض اطفال مش عارفه من امتى بقينا الحقيقه يعني بنعاني قبل ما ندخل رياض اطفال، بس واضح ان الوقت اتغير وبقى في انترفيو وبقى في مقابله الاول للطفل. يعني خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده مع ضيفتنا النورانا في الاستوديو دعاء كرسوم، مواجهة المنصوري ومدربه التربيه الايجابيه للوالدين. صباح الخير عليكي. صباح النور، اهلا بيكم. ايه اللي حصل؟ الحمد لله. الموضوع في تغيرات كتيره كده بيجري. الموضوع انت عملتي ايه؟ يعني اهلك عملوا ايه وهم بيدخلوك الرياضه؟ ولا اي حاجه، زي ما انت قلت كده زمان الموضوع كان سهل، اللي ورقه وملف حضانه جنب البيت بنروح نقدم عليها والموضوع خلص. يعني الموضوع بقى كبير المره دي ليه؟ يمكن فكره التحديات، فكره التنوع في المدارس، وفكره ان احنا بقى عندنا مدارس بتطلب طلبات من الاطفال اكبر من التوقع حسب الفئه العمريه. احنا زمان كنا بنخش نتعلم كل حاجه في المدرسه. صحيح. دلوقتي بعض المدارس او بعض الحضانات عايزه الولاد تروح ليها متعلمه حاجات بالفعل. فاصبح هم هيعملوا ايه؟ دي نقطه دايما في النص. يعني هو جاي لك جاهز، انا جاي لك دكتوره، هتعمل لي ايه بقى يعني؟ لا دي مثلا بعض المدارس بيبقى النظام الاكاديمي بتاعها تقيل، فهم بيبتدوا مثلا من 3 سنوات ونص. في طفل بيبقى رايح ليهم عند عمر ال5 سنوات، فهو بالنسبه له 5 لسه ستيل برده مرحله رياض اطفال، بس بالنسبه للمدرسه دي لو هي متبعه النظام من 3 ونص، فهو في سنه ونص جاب تعليمي. فيقولوا لا احنا لازم نعمل تيست، لازم نعمل انترفيو نشوف هو عارف ايه ومش عارف ايه. يعني دي شروط سن ما فيهاش مشكله، دي حسب بقى شروط سن كل مدرسه، بس فكره ان انا يبقى في ابني سنه صغير بجد داخل حضانه يعني يتعمل له انترفيو، هو حبيبي ايه خبرته في الحياه بالظبط؟ لو هنتكلم من حيث عدد الايام حتى يعني خبرته في الحياه ده عشان اقعده قدام حد اللي هو اصلا ممكن يكون خايف من الناس لسه يعني مش عارف يتكلم مع حد ما يعرفوش. بالظبط بالظبط. يعني ايه المفيد في فكره الانترفيو ده او المقابله دي؟ هو الحقيقه بالنسبه للحضانات يعني لما بنيجي ندخل حضانه عاديه مش مدرسه ما بيبقاش فيه قوي فكره الانترفيو، على قد ما هي بتبقى موجوده عشان يقيسوا المهارات الحياتيه عند الطفل، زي ما انت قلتي مثلا بيعرف يتكلم مع الناس ولا لا، تفاعله، هل عنده اي نوع من انواع الاضطرابات زي تاخر الكلام، هل حاجه من ذوي الاحتياجات الخاصه، فالحضانه تعرف تقيم الكيس او الطفل وهو داخل لي انا عارف اتعامل معاه ولا لا. صحيح. بس بالنسبه للمدارس الموضوع مختلف، لانه بعض المدارس بيبقى عندها نظام أكاديمي تقيل، فمثلا لو طفل رايح ليها في عمر أكبر من العمر الولاد عندها، فلازم تتأكد أن الطفل ده عارف المعلومات دي حتى لو هو لسه في عمر رياض أطفال 6 سنوات. في مدارس بتقول أنا ببتدي من 3، فالطفل اللي جاي لي عند 5 أو عند 6 ده متأخر عليا، فأنا لازم أتأكد المعلومات دي عارفها ولا لا. فده بيختلف من مدرسة لمدرسة. عشان كده المربي لازم يبقى عارف وهو بيروح يقدم في المدرسة. النظام الأكاديمي في المدرسة بتتبع أي منهج، وانا ابني واصل الى اي ليفل، لانه لو الطفل برضو دخل وحاسس ان في فرق كبير هو مش عارفه بيحس بالعجز. صحيح. وده مش بيساعده انه يتقبل خالص الحضانه او المدرسه في السنوات الاولى، دايما بيبقى في الاول اصلا بيبقوا خجلانين شويه، حاسين مش عارفين يكونوا صداقات، مش عارفين يتبعوا الرولز بتاعه المكان، او في وقت في الكلاس روم في وقت بره، فدي كلها بتبقى تحديات. انا نفسي بقى ان احنا نغير فكره الانترفيو لفكره ان انا اقيس المهارات الحياتيه بتاعه الطفل. يعني انا احييك الحقيقه على النقطه دي، احييك على النقطه دي، يعني هو ده المفروض، لانه اصله طفل يعني. بالظبط. وبالاضافه انه بقى الغريب انه بره خالص اقل من 7 سنوات مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد الطفل واطلب كمان من المربي يطلع بره. بالظبط. واجيب حاله بانيك للطفل واقول له انت هتقعد مع شخص غريب هو عمال يسالك انت عارف لازم تجاوب بادب وتجاوب بشياكه وتجاوب عشان نسلم على الطفل مش عارفين هيسلم علينا ولا لا. لا وانا بتكلم بالظبط، انا بتكلم في طفل بقول له اللي انت يعني ازاي برضو دي انا وصلت طفل بقول له انت خلي بالك دخولك من الحضانه دي تحديدا
يعني هو نقطة تحول في مسار حياتك. كأنها فعلا يعني أنا بشيل الهم وأنا في ثانوية عامة بالظبط، أنا بشيله دلوقتي أصبح الهم بشيله للطفل وهو مش واعي صحيح. أصلا مش مدرك صحيح. اللي أنا بقوله له. وأنا عايزة أقول نقطة مهمة أوي، أنا للأسف بيجيلي استشارات كتير من أولياء أمور بيفضلوا يضغطوا أولادهم في السن الصغير، لا هنقعد نكتب والولد لسه أصلا في العمر الثلاث سنوات أربع سنوات. مهارات بتختلف بالظبط، مش قادر يمسك القلم. وأصلا أصلا ما ينفعش يعني تعليميا ما ينفعش اللي هو يمسك القلم غير عند سن معين. بالظبط، أنا بقى لازم عشان أنا كمربي مضغوط عشان المدارس بتضغط تقولي لا انت لازم تجيبولي يقعد يكتب في الشيت مثلا، فالمربي يفضل يضغط الطفل في السن الصغير. مين هنا مشكله بتحصل مع مين؟ بتحصل ما بين المربي والطفل، فتيجي عندنا مشاكل بقى بيرفض يذاكر معايا طول الوقت، بقى عنيد، بقى بيتحرك كتير. ليه؟ لان انا حطيته في حاجه هو مش مستعد ليها. فاتمنى ان المدارس فعلا تعيد تاني وجهه النظر في فكره الانترفيو. لا انا محتاجه ايه دكتور، انا بخاف ان احنا نعلم اولادنا باوربوينت قبل ما ندخل المدرسه. برزنتيشن سكيلز. عاوز اعرف من حضرتك انا كولي امر ايه اللي انا اختاره في المدرسه لابني؟ دي نقطه مهمه قوي. اول حاجه انا عشان ما اجي اختار المدرسه لابني اشوف انا نمط ابني ايه، احنا صوابع ايدينا مش زي بعضها. صحيح. فانا محتاج مثلا وانا خاصه في مرحله رياض اطفال، لان الولاد هنا بتبقى شخصيتهم لسه اوت اوف كنترول شويه، يعني انا مش هقدر احطه في القالب ده واقول له انت لازم تتكيف معايا. فانا اشوف طفلي حركي، طب انا اشوف مدرسه بتدي بريكس كتير ولا مدرسه بتدي بريك واحد، لانه لو طفل حركي هيتعب جدا لو بيقولوا له انت هتفضل قاعد على طول، هيبقى دايما فايت ما بين المدرسه والبيت. طفل مثلا بيحب الارت او بيحب الموسيقى اكتر اكتر من الحاجات التانية اللي هي الاكاديميه، يبقى انا اشوف حضانه او بنتكلم على الفتره دي بتدي ارت اكتر. طفل مثلا بيحب اللغات، او في اطفال دايما بيبقى عندهم ذكاءات في حاجات مختلفه، فابتدي اشوف المدرسه السيستم التعليمي بتاعها في مرحله رياض اطفال بالذات. طبعا الابتدائي والاعدادي والثانوي هو واحد في معظم المدارس، بس في مرحله الحضانه ورياض اطفال بتختلف على حسب المكان وعلى حسب الانشطه المتابعه فيه. زي مثلا حضانات المونتسوري، حضانات المونتسوري مختلفه تماما عن الحضانات العاديه، لانها بتعتمد على فكره ان الولاد بتعتمد ان هي تعمل انشطه بايديها طول الوقت. فانا مثلا لو لاقيه ان طفلي مش مستعد للكتابه ادور على حضانه بتتبع منهج مثلا زي المونتسوري. واتاكد ازاي؟ عشان دي بقى نقطه مهمه قوي في مصر، حضانات كتير دلوقتي في مصر تحط لافته او يافطه احنا متابعين منهج المونتسوري، تخش الحضانه بادجت عالي قوي، بس نيجي نبص جوه نلاقي ان الولاد بتقعد في الفصل العادي جدا طول اليوم وبيروحوا 45 دقيقه بس للفصل اللي فيه المونتسوري. وولي هو ايه المونتسوري بس؟ لسه كنت هسال نفس السؤال. انا جاي في تصوير مهم قوي، معلش انا كان بالنسبه لي كان اقصى طموح اوضه الكمبيوتر. والله كنت بدفع فلوس عشان ادخلها بصراحه. هو المونتسوري هو منهج من اكتر من 100 سنه موجود، وموجود في مصر وكل دول العالم. هدفه عمليه دكتوره ماريا مونتسوري ان الولاد تتعلم عن طريق كل ما هو مجسم. فاحنا عندنا في العربي والانجليزي والحساب والعلوم كل المواد، بس في ادوات مخصصه دكتوره ماريا مونتسوري عملتها عشان ندرس الولاد مثلا العد، مش بندرسه بالورقه والقلم، في ادوات مجهزه ليه فالطفل يمسك ويعد زي الالعاب اللي هي بتبقى فيها كنا بنعد زمان بالفول صور صغيره بالظبط. في ايه يا احمد؟ كنا بنعد زمان بالفول. الله يعينك، انتوا بتكبروا الموضوع. على فكره عندنا الفول ده. والله كنا بنكبروا الموضوع، الموضوع سهل جدا. في لعبه كده زي لعبه، او مش لعبه، بتبقى حاجه المدارس اليابانيه. لا المدرسه أيوة دي فعلا هي فكره قطع العدد، العاب وبتبقى بالوان اكتر بيعيدوا بيها، بس مش بالكتابه صح كده؟ الكتابه بتيجي عندنا مرحله لانها جزء اساسي. بس المونتسوري في الاول عنده جزئين، واحد المجسم ان انا في السن الصغير الاقل من 7 استغل ان الطفل يمسك بايده يشوف بعينه يسمع صوت فيتعلم اسهل، وبعدين بنقله لحاجه اسمها المجرد اللي هي كتابه بالورقه والقلم. المشكله ان في حضانات كتير في مصر بقت بتقول ان انا مونتسوري، بس هم مش مونتسوري. مونتسوري ده منهج مش وقت في اليوم، يعني مفيش حاجه اسمها 45 بالظبط. لازم يبقى منهج متكامل. فاي ولي امر هيروح يقدم لطفله في حضانه مونتسوري، لان المبلغ ما بيكونش قليل على الاطلاق، لازم يتاكد ان الحضانه طول اليوم بتتبع فلسفه ومنهج المونتسوري. لكن خلاف ذلك هو مجرد ادعاء وللاسف نصب على اولياء الامور. طيب ايه تاني لازم اسال عنه؟ الحاجات اللي انا لازم اعملها او اسال عليها طفلي انا، يعني انا في حاجات مهمه ان انا اعملها لطفلي قبل ما يبتدي يروح الحضانه او المدرسه ايا كان نوعها، زي اني ابتدي اعرفه يعني ايه فصل، ويعني ايه ان احنا هنقعد على طاوله، ويعني ايه ان احنا عندنا كراسي، ويعني ايه ان في اوقات، والمس ايه الادوار اللي انا متوقعه منها. لان ده اللي بيعمل للولاد رفض في بدايه العام الدراسي لبيئه المدرسه. فنسمع عن ولاد بترجع، ولاد رافضه تروح المدرسه، امهات منهاره. فانا
حل ده من قبل، وده دورنا كمربين في دعم المدرسين في مرحله رياض اطفال. فنلعب بقى لعبه دراميه، ماما هتبقى المدرسه ويلا هنقعد على التيبل دلوقتي، معانا الكرسي، يلا احنا هنبتدي مع بعض، هات الورقه، ابتدي اقول له عايز تروح التواليت هتقول لي ايه، ترفع ايدك وتقول لي، فيبتدي الطفل يكون عنده توقعات عن بيئه حياه المدرسه. رقم اتنين، لو طفلي خجول شوية، يعني بطبيعة الحال مش متعود على تجمعات الأطفال، لسه بيركز في علاقته بماما أكتر أو البيت، أبتدي من قبل ما يروح العام الدراسي الجديد ننزل بيه بقى الأيام دي، نروح مناطق ألعاب أطفال، أماكن مفتوحة يتدرب عليها، أعلمه فكرة دوري ودورك، لأن من أكتر الحاجات اللي الأولاد بتصرخ في الفصل وبتبقى قلقانة منها أن أنا متعود في البيت كل حاجة أنا باخدها. اروح بقى المدرسه المدرسه عندها 20 فصل او 20 طفل او اكتر في الفصل، فبتقول له استنى، ما بيستناش، يرمي نفسه وينهار ويروح لماما انا مش عايزه اروح هناك تاني. فانا من البيت ابتدي اعلم الطفل دايما ماما ليها دور تتكلم وبعدين دورك انت، ماما ليها دور تلعب وبعد كده دورك انت. في الاول الطفل هيرفض ويبكي معاها، بس لما يحصل ده مع ماما احسن ما يحصل مع حد غريب بعد كده في المدرسه. برضو من الحاجات المهمة ان احنا نسأل على المدرسة او المدرسة المؤهلات بتاعتها ايه، لو انا طفلي عنده تأخر كلام او عنده تلعثم او هو من الاطفال مثلا ذو الاحتياجات الخاصة، هل المدرسة اللي انا بودي فيها طفلي او الحضانة، طبعا كل المدارس دلوقتي بتعمل دمج، بس هل مدرسة طفلي او المدرسة اتعاملت مع حالات دمج قبل كده وتقدر تدعمه ولا لا؟ لان اوقات لو طفلي عنده احتياجات خاصه والمكان ما اتعاملش قبل كده حضانه او مدرسه، بيحصل انتكاسه كبيره جدا من الطفل وده بيضر الطفل. فانا لازم اكون صريحه، بعض اولياء الامور بيخفوا يعني، او على فكره ما بيكونوش عارفين برضه يا دكتور، يعني ما بيبقوش فعلا مدركين، بيقعدوا يقولوا سن لسه، اصل مهارات مهارات عفوا مختلفه. ما بيبقوش هم نفسهم مدركين. صحيح. وانا عندي سؤالين لحضرتك الحقيقه، مش عارفه ابدا باني فيهم بس هقول لك الاثنين. في برضو بعض اولياء الامور بيبقوا شايفين انه انا لسه مش هلحق في سن رياض الاطفال اكتشف مهارات ابني، ده جانب. في جانب اخر، في بعض العادات او المكتسبه اللي الطفل ممكن يرجع بيها من رياض من رياض الاطفال الى حضانه النيرسري واتسو ايفر ايا كان الاسم اللي بيطلق عليها، امتى ابتدي اقلق احس ان في حاجه غلط في ابني او في بنتي لازم اخد موقف؟ طيب موضوع القلق ده نبتدي باكتر حاجه شائعه عندنا، انه للاسف دلوقتي اي طفل بيتحرك شويه ازيد من معدل اطفال التانيه، المعلمه بتقول للام لا لا ده عنده فرط حركه وانت لازم تعملي له تشخيص. فاحنا محتاجين نقول ان اول حاجه ما ينفعش ان انا اول ما الاقي الطفل بيتحرك في اول شهر او اول 3 شهور اقول ان هو طفل عنده فرط حركه، لان التوتر اوقات في بدايه العام الدراسي بيخلي الولاد تطلع التوتر بتاعها عن طريق الحركه. فانا فرط الحركه ده 12 عارض عندي، لازم اروح لمختص يتاكد ان 9 على الاقل من ال 12 عنده، مش مجرد حركه زياده. رقم 2، المهارات. طفل داخل رياض اطفال 3 سنين احنا متوقعين منه انه يكون بيعمل ايه؟ بيعبر عن احتياجاته الاساسيه حتى لو بجمل بسيطه. صحيح. لو اقل من كده انا لازم اصلا، اي ام بتسمعنا اقل طفل اقل من 3 ولسه ما بيعبرش عن الاحتياجات الاساسيه، على طول اتوجه لمختص، ما استناش الحضانه تقول او المدرسه. رقم 3، يكون بيعرف يعتمد على نفسه في الطعام والشراب. مش طبيعي لسه لحد دلوقتي عندنا ثقافه الحمايه الزايده، لا الولد انا اكله اصلا هيبهدل الدنيا، لا انا اشربك، لا انا البسك، كل ده لازم الطفل يكون بنسميها مهارات الحياه اليوميه. لما تودي طفلك الحضانه هو مش بيعرف ياكل لوحده ولا بيشرب لوحده ولا بيلبس او بيعتمد على نفسه في دخول المرحاض، بنقول ان الطفل ده ممكن يكون عنده مشاكل ومحتاج بقى تنميه مهارات. فانا قبل ما ادخل طفلي اللي هو سن رياض اطفال 3، اتاكد طفلي بيعبر بالكلمات، اتاكد ان طفلي بيعرف يعتمد على نفسه في الثلاث مهارات الاساسيه الاكل والشرب والمرحاض. كمان نقطه مهمه قوي، اشوف رد فعله في التفاعل في الادوار في اللعب. هل طفلي منحازل طول الوقت طول اليوم ما بيتفاعلش قاعد طول الوقت في السكرين تايم؟ ولو بمناسبه الانعزال يا دكتور، عشان يمكن الاجيال الحاليه تحديدا دلوقتي هي منعزله بطبيعه الحال، والسبب في ده الموبايل واليوتيوب والابلكيشن اللي موجود على الموبايل، وعلى طول الاهل بيبقوا خلاص انا يعني كبرت دماغي من حته الصداع اللي ممكن ابني يعمله لي، اهو ماسك الموبايل وملهي بيه. صحيح. ازاي نقدر نقاوم دي؟ لو احنا بنتكلم على الفئه بتاعه رياض اطفال، فالفئه دي يعني عايزين نقول عليها ان ده الوقت الذهبي في تكوين عقل الطفل. فالسكرين تايم مش مناسب للاطفال قدر المستطاع اقل من 7.
ده انا ممكن استخدمه يعني طبقا للجمعيه الامريكيه لطب الاطفال بنبتدي نستخدمه من سنتين فيما فوق، اقل من سنتين ممنوع تماما، من فوق السنتين بنبتدي نستخدمه 30 دقيقه وبتزيد تدريجيا، عند 3 ممكن نوصل 45 دقيقه، عند 4 نوصل ساعه ماكسيمم في اليوم. فانا لو عايز استخدم ده بيقعدوا اليوم كله على ما هي دي نقطة. احنا ما بنعرفش نقعد معاهم ساعه في اليوم، دي نقطه، بس عايز اقول لك ان احنا بعد كده ولي الامر اللي بيدفع الثمن، وهو بيجي بعد كده يشتكي ان الولد عصبي، ان الولد بيتنرفز لما هو بيجي ياخد التابلت او بيقفل التلفزيون، ان الولد عنده مشاكل في الكلام، ان الولد عنده مشاكل في التواصل، ان الولد بيتكلم بلغه الكرتون مش بيتكلم باللغه العاديه. طب ما هو كل ده جاي منين؟ جاي من الموبايل والتلفزيون. فلو احنا عقلناها كمربي، انا بعد ما الطفل يبقى عنده كل المشاكل دي هضطر اني اروح اوديه مراكز تنميه مهارات وادفع فلوس كتيره قوي في الجلسات دي. طب ما انا استثمر بقى من البدايه، احط الفلوس دي اشترك لطفلي في انشطه، اشغل وقته، اجيب اكتيفيتي نعملها مع بعض في البيت. واحنا في الصيف طبعا انا عارفه في اجازه المدارس بتكتر قوي موضوع السكرين تايم، فاحنا لازم نحاول الفتره دي على قد ما نقدر موجود نستخدمه، احنا مش نقدر نمنعه بس نقننه شويه. والولاد بتحب قوي تحترم القواعد لما احنا بنثبتها، فما نخليش الموضوع مفتوح نص ساعه لما انا اكون مزاجي الصبح سامح ونص ساعه بالليل، لا احنا هنثبت وقت ثابت في البيت هو ده اللي متاح. غير كده عيط ما عيطش ام سوري هو مش موجود. فيبتدي الطفل هيعيط يوم اتنين تلاتة سبعة، وصل لقاعده ما بتتغيرش، فهيلتزم وهيبتدي يقبل ان ده الوقت المتاح بس. طيب دكتور، في برضو بعض الاطفال وبعض الامهات بيبقى عندهم صعوبه في الانفصال عن بعض، فبيبقى اول يوم دايما في الحضانه او اول يوم في رياض الاطفال او بيبقى صعب جدا، والام ما بتقدرش تسيب الطفل، والطفل بيقعد يصرخ ويصوت لغايه ما الام تيجي، توصل احيانا لدرجه انه لا خلاص مش هوديه. الحقيقه ايه المفروض يحصل مع كيس زي دي او مع حاله زي دي؟ هو في بروتوكول المفروض يحصل اصلا مع رياض اطفال لما يجي يخشوا المدرسه او الحضانه قبل ما نبتدي اليوم الاول، فهي المفروض ان هي تاخد الطفل وتروح الحضانه او المدرسه لو هي مدرسه، وتعمل زي تور كده تلف معاه، هتوري له الفصل بتاعه وتوري له التواليت، وفي المره الثانيه بنعمل مقابله مع المدرسه بتاعته، ولو في ناني او في دادة هتبقى معاهم في الفصل او مدرسه مساعده برضو يشوفها. فيبتدي الطفل في عدم وجود اطفال كتير، لان اول يوم بيبقى اولاد كتير واهالي كتير، وفي اولاد بتخاف من الزحمه وبتخاف من الاصوات، والمدرسه مش هتلحق تعمل معاه كونكشن فبيخاف وبيعيط. فانا مهم قوي ان يكون في لقاء بيتحدد ما بين المدرسه والطفل اللي رايح لها، ويبتدي الطفل والمدرسه يشوفوا بعض ويتعرفوا على بعض، وهي تكلمه وتوري له الالعاب، فده شويه بيهدي الاطفال. وصلنا بقى لاول يوم في المدرسه. قبل اول يوم في المدرسه دايما نسال الام، احنا عندنا نمطين من الاطفال، واحد حساس وخجول شويه وملتصق بماما وده اللي صعب الانفصال شويه عنها، واحد تاني مندفع ومستكشف، فصوابعنا دايما مش زي بعضها. المندفع بيقول لماما باي باي من على الباب، انا عايزه انطلق بالظبط، الف سلامه سيبيني بقى اكتشف. التاني لا، التاني بيركز جدا على رابطه العلاقه مع المربي، فلو اجبرناه على الانفصال بالعافيه وبالاجبار ونشد والولاد تصرخ وانهيار وترجيع، بيكون عندنا تروما بتفضل معانا طول السنه، وده اللي بيجي لنا. تبتدي الامهات تكتب على الجروبس بتاعه المامي، ابني كل يوم الصبح بيرجع، ابني ابتدى يحصل عنده تبول لا ارادي بالليل، ابني بقى بيصرخ، ابني بقى عصبي في البيت. فاحنا لازم نبقى عارفين نمط طفلنا من الاول واتكلم مع المدرسه. طب لو ده نمط طفلي اساعده ازاي؟ ندرج له عدد الساعات اللي في اول اسبوعين من دخول النيرسري او الحضانه. مش لازم يقعد اليوم كامل، كفايه قوي يقعد نص ساعه اول يوم وبعدين يمشي، بعدين نزودها 45 دقيقه وبعدين يمشي، بعدين ساعه وبعدين يمشي لحد ما يتعود. بالظبط، لان احنا بنتكلم في مرحله اصلا ما فيش تعليم في الاول، انا كل هدفي هو تقبل البيئه الاجتماعيه. هي اهداف ولابد ان احنا نتقبلها، زي ما يعني هدفنا دلوقتي اللي احنا نختم علشان وقتنا، ولابد ان احنا نتقبلها. احنا بنشكر حضرتك الدكتوره دعاء كرسول مواجهه المونستوري ومدربه التربيه الايجابيه للوالدين، شكرا لوجود حضرتك معنا في صباح الخير. شكرا يا دكتور.